المشاهدين ومتابعي قناة شوف تي في قناة الشام، اهلا ومرحبا بكم في الفيديو المباشر من مدينة طنجة. احنا حاليا كنتواجدوا في شاطئ الغندور، كيف ما كتلاحظوا معنا الان لا حول ولا قوة الا بالله، بعد الامطار اللي تسقطت والعاصفة اللي زارتنا في عروس الشمال، والحمد لله على كل حال. فكنت الصباح هذا كنتفاجئوا بأن شاطئ الغندوري تحول إلى مطرح للنفايات، وما كاينش شي واحد اللي غيجي من هنايا، والشركة المسؤولة ما جاتش دخلت أن تجمع هاد النفايات هادو كيفما كتلاحظوا، رغم أن يوم الإثنين ثلاثة أربعة وحنا اليوم اللي هو الخامس باقي ما جاوش أنهم يجمعوا هاد الزبل هذا اللي كاين فهاد الشاطئ هذا. كيف ما كتلاحظوا معنا فهاد البلاصه هذه اللي حنا حاليا كنتواجدوا فيها راه كلها عامره نفايات، هادو كاملين قارورات بلاستيكيه. وانتم كيف ما كتلاحظوا معنا الان الشاطئ ولا كله نفايات، كامل عامر بالزبل. لمشينا مع التشالي ديال الشاطئ كامل، فراه غنجبرو هو كله عامر بالنفايات، عامر بالزبل. ها القارورات البلاستيكيه، كاين هذا فرشي، كاين فرشي من النوع هذا، اللوح، قراعي على يد العصير، كلشي الصبابط، حتى الأحذية كنجبروها، كل ما يتعلق بالنفايات. يعني رجعت الشاطئ الغندوري رجع عامر بزاف، بحال اللي كنتسارو في الشاطئ بحال اللي كنتسارو في وسط شي ما زبالة حاشر. كيف ما كتشوفوا الناس بيدو من هنا كيتجولوا بحال اللي كيتجولوا في وسط شي مزباله، فلا حول ولا قوه الا بالله. شيء متسبق قناة شوف تي في قناة الشعب، كما كتلاحظوا معنا الآن أن الشاطئ ملي بدينا من البداية ديالو حنا ماجيين كامل عامر بالنفايات. من هنا طلعنا لهاد الجهة هادي حنا هنايا فهاد البلاصه هادي قرابين الشاطئ النفايات، فراء كيف ما كتلاحظوا ان تم الضفه الاخرى حتى تماك كاين نفايات. كيف ما كتلاحظوا اننا مشينا مع الشاطئ من الجهه هادي كامله كلها نفايات، ولا جينا هنايا حتى هنا الدنيا عامره بالزبل. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا الآن والآن مشاهدون تتبعي قناة شوف تي في قناة الشعب، شاطئ الغندوري كأنه مطرح للنفايات. كاين بلاستيك، كاين كواغد الحلوى، كلشي القارورات البلاستيكية، الروايض، حتى العجلات.
كاينين هنايا مسيبين. كانيطات حتى كانيطات الزجاج، الزجاج هنا هو كيفما كتلاحظوا مهرس، يعني ما تقدرش تمشي هنايا بالحفا. عامة قارورات اللوح شي شجر، مطرح النفايات صافي، لو قلنا مطرح النفايات مطرح النفايات. حتى من بعض الملابس كنجبروهم سايبين هنايا، الأدوات المدرسية، الأدوية كما كتلاحظوا كاينة ماليطة، كاين هذا غيطة لا. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا الآن مشاهدين متتبع قناة شوف تيفي قناة الشام، هانتو الزجاج فينا هو كاين هادي كرسي السيارة، كأننا في مطرح للنفايات. إذن ثم مشاهدو متتبعي قناة شوف تيفي قناة الشام، ثم لشنا من هاد الجهة هادي كاينة نفايات فيناتي، دوزنا من هاد الجهة هادي حتى لهنايا الدنيا عابرة بالنسبه لحاشاكم بالنفايات، القارورات البلاستيكية كاينين بزاف، زائد الأحذية والأدوية حتى هو باش مطرحهم هنايا، كاين بعض الأدوية القارورات ديال الأدوية دوما. كنتمنى من الشركات المسؤولة أنها تدخل وبسرعة، حقاش هاد النفايات هادي راه كتهدد البيئة ديالنا، البيئة. واش هيدايا، والسؤال اللي غيتطرح، واش هيدايا غادي يمكن أننا نستقبلوا كأس إفريقيا السنة المقبلة 2025 وكأس العالم في 2030؟ يعني هادشي هذا ما خصناش يجبروه. كنتمناو المسؤولين الجهات المعنية، الناس اللي مسؤولة على البيئة، على قطاع البيئة في مدينة طنجة، أنها تدخل على وجه السرعة شاطئ الغندوري وتجمع هاد النفايات هادو اللي هنايا، الزجاج حتى هو اللي كيعرض الخطر السلامة ديال المواطنين للخطر، ما نعرف يقدر يبغي شي واحد يتمشى بالحفا أو بغي تصريادة ولا شي حاجة ف استق ضرب رجلو أو ولا شي حاجة فحال هاذي. إذا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، كنتم معنا في البث المباشر من مدينة صنعاء.